الشموع الحمراء عن مصطفى بيه. مصطفى بيه امين عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ودي كانت مفاجاه لناس كتيره ما كانتش تعرفها. الكل يعرف انه مصطفى امين واحد من رموز التاريخ في الصحافه المصريه، رمز بارز، واحد من افضل وامهر صناع الصحافه، جورنالجي بامتياز، واحد مش بس اسس اخبار اليوم او أضاء شموع النادي الأهلي، لا كمان أوجد مدرسة صحفية لها سماتها المهنية المميزة جدا في مجلس إدارة النادي الأهلي أو في النادي الأهلي عامة. كان لمصطفى بيه أمين جهود كبيرة جدا. نشوف هذا التقرير. يعد مصطفى بيك أمين اسماً كبيراً في تاريخ عالم الصحافة وصاحب أشهر فكرة في الصحافة العربية، والذي لعب دوراً هاماً في تاريخ مصر السياسي. الشموع الحمراء مصطفى أمين في 21 من فبراير عام 2004 كان والده أبو يوسف والدة سعد. انعكست النفسية بشكل على حياة ونشأ وترعرع في بيتهما. ارتبط مصطفى أمين بعالم الساحرة المستديرة مبكرة، وتحديدا مع الكرة الشراب، بتكوين فريق الأسد المرعب في حارة الببلي، قبل أن يتحول من لاعب إلى ناقد رياضي في جريدة كوكب الشرق وعمره 14 سنة فقط. وكان معجبا للغاية بالنادي الأهلي، خاصة ثنائي الفريق حسين حجازي ومختار التتش، وكان يذهب مع رفقائه سيرا على الأقدام من السيدة زينب إلى مقر النادي في الجزيرة لمشاهدة المباريات. وانضم مصطفى أمين إلى عضوية النادي الأهلي، وكان يلتقي بشخصيات معروفة ترأست النادي مثل جعفر ولي باشا وأحمد حسنين باشا وغيرهم. ويعد مصطفى أمين صاحب الفضل في انضمام أحمد عبود باشا إلى عضوية النادي الأهلي قبل توليه رئاسة القلعة الحمراء بعد ذلك، حيث اصطحب عبود باشا إلى مقر النادي فأعجب به قبل أن يعلن مساهمته في إقامة حمام السباحة بمبلغ 3000 جنيه، ليدخل بعدها عبود باشا النادي الأهلي ويصبح من أهم رؤساء القلعة الحمراء عبر التاريخ. كما ساهم مصطفى أمين في منح أم كلثوم نيشان الكمال في حفلها بالنادي الأهلي، وكان قد اتفق مع الملك فاروق الذي كانت سلطات الاحتلال قد أصدرت أمرا إلى كل الصحف والمطبوعات بعدم ذكر اسمه وأخباره بالحضور، لأن الحفل كان مذاعا على الهواء فسيتم ذكر اسم الملك مما يغيظ الإنجليز. وعند دخول الملك فاروق النادي الأهلي استقبله الأعضاء بالتصفيق نكاية في الإنجليز، وتعالت الهتافات باسمه، فشعر الملك بسعادة غامرة وأنعم على أم كلثوم بوسام الكمال. ورياضية، لعب مصطفى أمين دورا كبيرا في استقدام منتخب البرازيل بقيادة الملك بيلي لمواجهة منتخب مصر وديا في القاهرة، وهو ما اعترض عليه الرئيس جمال عبد الناصر وقتها، وكانت وجهة نظره أنه لا يخشى الهزيمة بنتيجة كبيرة أمام أبطال العالم. واعترف مصطفى أمين بأنه يعشق الثنائي صالح سليم ومحمود الخطيب، ويعتبرهما أفضل من لعبا كرة القدم على مر الأجيال في مصر. وفي 13 من أبريل عام 1997 توفي مصطفى أمين بعد حياة حافلة، تاركا وراءه إرثا كبيرا من العطاء اللامحدود رياضيا وسياسيا وصحفيا. بمثل هذه الشخصيات الاستثنائية يا أستاذ إبراهيم، تم إطراء تاريخ النادي الأهلي، وكان مصطفى أمين بالتأكيد شخصية استثنائية، لأنه دايما كانت أفكاره ملهمة. يعني تبص، هو عيد الأم، مش حتى عيد الحب، هو كان بذرته اللي حطها. كان دايما التفكير في حاجات كده
اصبحت بعد كده حتى في الجهود الخيريه يعني اسس ليله باب ليله القدر بقى ليله القدر لسه من اسبوع الشفاء اسبوع الشفاء لست يعني دائما كان خيريه كبيره كان دماغه شغاله هو واخوه وكان عندهم قدر من الابتكار الهائل جدا فوجود الناس دي يعني لما يبقى عنده مجلس اداره ويفكر الملك اللي عليه حظر يذكر اسمه لا هنعمل لك حفله لام كلثوم وتيجي تحضرها الناس تهتف لك هيعملوا ايه فيها دي؟ ولا حاجه فالملك يسعد ويدي وسام الكمال لام كلثوم ده تفكير ما مش طبيعي يعني ولما ياخد احمد عبود باشا للنادي هو اللي عزمه في النادي لاول مره قاله عايز يفيد النادي عايز يفيد عبود وجاب رجله دفع 3000 جنيه عمل يعني 3000 جنيه كتب اسهام في حمام سباحه يعني النهارده يعني ولا 300 مليون جنيه يعني القصه الدنيا بتتغير لكن هي الافكار الرائده الغير تقليديه المقتحمه الشجاعه هي اللي تعمل التطور كان تاريخ النادي الاهلي مليئا بهؤلاء المفكرون مفكرين انا قلتها عشان اشوفك حتى هتوقفني ولا لا فالمفكرين دول اللي كلهم في مجالي ايوه كان بيعمل شيء جميل والنادي الاهلي زي عارف المكانه التركيبه دي عبر تاريخه تمت من خلال هؤلاء يعني